من أول تخونن كانوا محط للأنظار، إجوا كرمال هدف واحد، كرمال الجمعية اللي اختاروها. كل واحد منهم تميز بشي على المسرح، وكانت ليلو مميزة على طريقتها. يعني كل برايم كان مهم لإلي، والقوة كان إنه مثل ما قال الأستاذ أسامة مرة إنه أنا عليت السقف، فمن هيك ما كان فيني أرجع على الطابق الأول. حبيبي 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 يا نور العين. من بعد المظاهرة لازم نشطف طرقاتنا بالحب، صار وقت الشطف. أنا عن عربي شو بحبك. أنا كمان سليبرتي عرف الجيل الجديد علي، ما كانوا يعرفوا شو عندي طاقات، ما حدا يستخف البرنامج أبدا، كل برنامج له أهمية. رح اشتاق علق هالتياب واتحمس وابكي، رح اشتاق لكل لحظة صلاة صليتها بهالأوضة الصغيرة تا أنا أقدم الأفضل، لأنه ما كان عندي شي هام أبدا إلا إني دايما أقدم الأفضل. ما بدي أبخى على الأولاد اللي أنا هن متأملين فيي كتير، ما بدي أبخعهم، ما بدي أبخع إخوتي، ما بدي أبخع الناس اللي بحبوني، ما بدي أبخع حالي قبل كل العالم. أنا بدي ضل مثل ما أنا بعرف حالي، القوية اللي بناضل رغم كل شيء. من سيليبريتي دواتس، تحية لكل مشاهيرنا، وتحية لليليان نمري. صوت أنا اكتشفت حالي بهذا البرنامج إنه أنا لآخر دقيقة من عمري رح ضل أشتغل من قلبي، رح أشتغل بحب.